صباح يوم الخميس الرابع عشر من جماد الأولى لعام 1436 هجرية، الموافق الخامس من مارس لعام 2015، بقاعة الاجتماعات بشركة المياه الوطنية، اجتماع لعرض مشاريع البنية التحتية للحرم المكي الشريف ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتوسعة المسجد الحرام، بحضور كل من ممثل وزارة المالية سعادة المهندس محمد سمكري وشركة المياه الوطنية ويمثلها مدير أعمال وحدتي مكة والطائف سعادة المهندس عبد الله حسنين والمهندس عزة عبد الحليم ممثل دار الهندسة، وممثلي مجموعة بلادنا السعودية المهندس محمد عاشور والمهندس أحمد عبد العزيز والمهندس أشرف شرف. وتلى الاجتماع جولة لمجموعة من المشاريع. المشروع الأول أعمال التغذية بالمياه والمياه المعالجة إلى نظام التبريد بتوسيعة الحرم المكي الشريف عند محطة خدمات الحرم. المشروع الثاني مشروع خزان وادي ملكان لإيصال خدمة المياه لدورات المياه حول الحرم المكي الشريف. المشروع الثالث تصميم وتنفيذ خطوط رئيسية ومحطة الرفع بمكة المكرمة ضمن توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف. المشروع الرابع نفق خدمات الصرف الصحي ضمن توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف. المشروع الخامس مركز خدمات الحرم. واختتمت الجولة بغداء عمل وتوديع للضيوف.